بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 142. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك مع أسئلتكم في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله مبارك فيكم. هذا السائل علي من أبها يقول: فضيلة الشيخ، نرجو التكرم في الحديث عن عباد الرحمن وما أعد الله لهم، وأيضا توضيح الفرق بين العبيد والعباد، وهل إذا اتصفت بهذه الصفات أو أكثر أكون من عباد الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا فرق بين العبيد والعباد، وكل الناس عباد لله عز وجل. العبودية العامة التي تشمل المؤمن والكافر: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والعبودية الخاصة وهي عبودية المؤمنين لله عز وجل، ومن هذا قوله تعالى: وعباد الرحمن، العبودية خاصة الذين يمشون على الأرض هونا. ذكر صفاتهم في آخر سورة الفرقان، ويبين جزاءهم في آخرها، فقال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل للبرنامج يقول: ما صح الحديث من هجر أخاه المسلم 3 أيام دخل النار؟ الحديث ليس بهذا اللفظ فيما أعلم. الحديث لفظه: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهجر المسلم لا يجوز، وهو ترك مكالمته ومجالسته والبعد عنه، لا يجوز هذا بين المسلمين. ولكن إذا دعت الحاجة أو كان ولا بد، فإنه يرخص له أن يهجره في حدود 3 أيام، يذهب ما في نفسه، ولأجل أن الآخر أيضا يتنبه فيحاولان الإصلاح فيما بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. فقرته الثانية يسأل عن آية: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إله بمعنى معبود، أي هو سبحانه وتعالى معبود في السماء ومعبود في الأرض، فهو معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو ناصر يقول: يا شيخ حفظكم الله، هل طباعة الكتب الشرعية إذا كان الإنسان لم يتعلم يدخل في الصدقة الجارية؟ وما أفضل شيء يعمله الإنسان إذا كان مقتدر وغني في الأعمال الجارية والصالحة؟ نعم، طبع الكتب المفيدة يكون من المشاركة في نشر العلم، وفيه أجر عظيم. وأفضل الأعمال بالنسبة للغني: أولا أن يخرج ما أوجب الله عليه من حقوق مالية في ماله من زكاة ونفقات واجبة، ثم يتصدق للمحتاجين ويساهم المشاريع الخيرية. وأفضل ما يتصدق به الصدقة الجارية، وهي الوقف الذي هو تحريس الأصل وتسجيل المنفعة، فيوقف من ماله وقفا يستمر ويكون لنفع المحتاجين وفي أعمال البر، يستمر بعد وفاته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم نافع، أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي الوقف. وما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جده إلا وقف، أي وقف شيئا من ماله. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل أبو محمد يقول: يا شيخ، إذا خطب مني إنسان
إحدى بناتي وما علمت فيه إلا خيرا، هل أذهب للسؤال عن أم أتوكل على الله وآخذ بما يظهر لي؟ إذا كنت متيقنا في صلاحه أو يترجح عندك الصلاح وتعرفه فلا حاجة للسؤال عنه، أما إذا كنت لا تعرفه فإنك تسأل عنه أهل الصلاح وأهل الثقة تستشيرهم فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ في سؤاله الثاني: هل يجوز لإمام المسجد أو المؤذن ترك الإمامة أو الأذان من أجل الدعوة؟ الآية الإمامة والأذان من الدعوة إلى الله سبحانه ومن أفضل الأعمال، ولا يمنعان من الدعوة إلى الله عز وجل فيما حوله وما يقدر عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إذا توضأ المغتسل ثم أفاض الماء هل يلزمه تعهد أعضاء الوضوء؟ الذي يريد الاغتسال من الجنابة أو من الحدث الأكبر الأفضل أن يتوضأ أولا، يستنجي ثم يتوضأ أولا ثم يغتسل، هذا هو الأفضل له والأكمل له، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله. نعم. يسأل عن رفع الصوت شيخ بالدعاء للميت عند القبر والباقي يؤمنون. لا، هذه طريقة غير مشروعة، أن يدعو واحد والبقية يؤمنون، لكن المشروع أن كل واحد يدعو للميت ولو كانوا مجتمعين عند القبر، كل يدعو لنفسه للميت بغير صوت جماعي وبغير أن يكون أحدهم يدعو وهم مؤمنون. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل للبرنامج يسأل عن صحة حديث أو صحة قول بأن الذنوب تتساقط عند الوضوء يا شيخ. نعم، الحديث صحيح، وأن الوضوء تتساقط عند كل عضو صدرت منه أخطاء، فيتساقط ما يتعلق بالوجه وما يتعلق باليدين وما يتعلق بالرجلين مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما جاء في الحديث. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائل يقول الشيخ: هل لابد من غسل السبيلين مع أنني لا أريد قضاء الحاجة، وما الضابط في ذلك؟ إذا خرج منه شيء غير الريح، خرج منه بول أو غائط، فإنه يستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة أو ما يقوم مقامها حتى ينقى المحل. نعم. يقول الشيخ: نسمع كثير من الناس التداوي بالقرآن، كيف يكون ذلك وما هي شروطه؟ التداوي بالقرآن معناها الرقية، يعني يقرأ على المصاب وعلى المريض من القرآن وينفث عليه، هذا هو التداوي بالقرآن. نعم. يسأل عن حدود الجار الشيخ في الشريعة الإسلامية، هل هو الملاصق لبيتك؟ نعم، الجار يشمل كل ما حول بيتك، ومنهم جار قريب ومنهم جار بعيد، فالمتجاورون في الحارة كلهم جيران بعضهم مع بعض، ولكن الأقرب فالأقرب. نعم. من السودان السائل عصام يقول الشيخ: ما حكم اتخاذ الوسطاء بين الله وعباده كالأولياء والصالحين؟ هل هذا يخرج من دائرة الإسلام؟ هذا أمر غير مشروع، اتخاذ الوسائط من المخلوقين بين العباد وبين الله هذا أمر غير مشروع، الواجب أن العباد يدعون الله مباشرة، يطلبون منه مباشرة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فلا حاجة إلى اتخاذ الوسائط من المخلوقين بينك وبين الله في إجابة الدعاء. فإن كان الأمر مختصرا على أنه يجعلهم وسائط في قبول الدعاء فقط هذه بدعة، وأما إذا كان يصرف لهم شيئا من العبادة ليقربوه إلى الله هذا شرك أكبر، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. فضيلة الشيخ صالح، يعني مع انتشار العلم والعلماء والدعاة إلى الله، لماذا يلجأ بعض الناس إلى مثل هذه الأمور ونسمع لأن هناك وسطاء؟ هذا راجع إلى أمرين: إلى أولا الجهل عند كثير من الناس، ثانيا تقليد الناس بعضهم لبعض، ثالثا دعاة الضلال الذين يروجون هذه الأمور ويحثون عليها، وهؤلاء من دعاة الضلال والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خير. أسمع يقول السائل عن الأمن من مكر الله، ماذا يعني ذلك وكيف يجب أن يكون عليه المرء؟ الأمن من مكر الله لا يخاف الإنسان من العقوبة، لا يخاف من العقوبة وأن يتمادى في المعاصي، فهذا هو الأمن من مكر الله عز وجل، والواجب أن المسلم يخاف من الله ويخشى عقوبته من أجل أن يتجنب المعاصي
وأن يرجو رحمة الله ولا ييأس، لأجل أن يتقرب إلى الله بالتوبة وبالعمل الصالح، فيكون بين الخوف والرجاء، فلا يعتمد على الرجاء فقط ويقنع ويأمن من مكر الله، ولا يعتمد على الخوف فقط فيقنط من رحمة الله وييأس من روح الله. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل البرنامج يقول: شيخ، هل الرياء علامات يعرف بها المرائي؟ وهل عمله مقبول؟ وما حكم من ترك بعض الأعمال الطيبة خشية الرياء؟ الرياء بين العبد وبين ربه، لا يعلمه إلا الله، نحن ليس لنا إلا الظاهر، ولا نحكم على الناس في نياتهم ومقاصدهم، هذا شيء بينهم وبين الله. والرياء محبط للعمل الذي يخالطه، العمل الذي يخالطه الرياء ويكون مقصودا به غير وجه الله يكون باطلا، وهو ما تخوفه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. قوم الرجل فيصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وعلامة الرياء أن الإنسان إذا كان يراه أحد أو مع الناس يحسن العمل ويتظاهر بالذكر والعبادة، فإذا خلى بنفسه أو كان مع بني جنسه فإنه يتخلى عن الطاعة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه السائلة أم عبد الله تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة أبلغ من العمر 25 سنة، كنت فيما مضى من عمري متهاونة في الصلاة، وخاصة في صلاة الفجر، وكذلك عندما أسافر أترك الصلوات التي فاتتني أثناء السفر، وهذا كله جهلا مني. أما الآن فقد تبت إلى الله وحمدت الله على فضله وكرمه بأن من علي. والسؤال يا شيخ صالح: هل أقضي ما فاتني من الصلوات أم تكفي التوبة السابقة؟ الصحيح الراجح والله أعلم أنها تكفي التوبة السابقة مع المحافظة على الصلاة في بقية العمر، توبة صادقة عما مضى والمحافظة على الصلاة في المستقبل، هذا يكفي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو الحسن يقول: إذا لبست الشراب ومسحت عليه ثم لبست شرابا آخر، هل أنزع الشراب الثاني أم أمسح عند الوضوء عليه؟ إذا بدأت المسح على الشراب ثم لبست عليها شرابا آخر فإن الحكم يتعلق بالشراب الأول، فإذا أردت الوضوء تنزع الشراب الجديد الذي المتأخر لبسه، تمسح على الشراب الأول ولا تمسح على الشراب المتأخر لبسه ما دمت بدأت المسح على الأول. هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل صحيح ما يقوله بعض الناس بأن الشيب الذي يكون في رأس المرأة أو الرجل وتكون كبيرة بأنه ضياء لها في قبرها؟ ورد أن الشيب نور المؤمن، فالشيب في الإسلام له فضل، وأما أنه خاص بالقبر فلا أعلم هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت السائلة تقول: امرأة تطفر يومين أو ثلاثة ثم يعاودها الدم وهي في الأربعين، فهل يجب عليها الصلاة والصوم؟ نعم، الصلاة في خلال الأربعين، المرأة في خلال الأربعين بعد الولادة هي في نفاس، فإذا انقطع عنها الدم في أثناء الأربعين فإنها تغتسل وتصوم وتصلي، صومها وصلاتها صحيحة. فإن عاودها الدم قبل الأربعين فإنها تجلس إلى أن ينقطع الدم في تمام الأربعين. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: يا شيخ، أنا أعمل في مؤسسة خاصة وقد تراكمت عندهم مبالغي ورواتبي لي، فما حكم زكاة هذه الأموال الذي عندهم، علما بأنني لو طلبت منهم المبلغ بالكامل لم يسلموه لي، وإنما سوف يقسطونه علي أقساط مأجورين؟ إذا كانت لك حقوق عند الآخرين وأنت متمكن من أخذها متى ما طلبتها فإنك تزكيها كل سنة، لأنها في حكم المال الذي في يدك. أما إذا كانت هذه الأموال عند أناس لا تتمكن من أخذها منهم إذا طلبتها منهم فإنك تزكي ما تحصل عليه منها فقط. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه الأخت السائلة تقول: شيخ، كم عدد الرضعات التي تثبت بها الرضاعة وما كيفيتها؟
خمس مصات. الرضعات المراد بها المصات. فإذا مص اللبن في الحولين خمس مرات، كل مرة يخرج له لبن، فإن هذه خمس رضعات يثبت بها الحرمة. نعم. يسأل أيضا فضيلة الشيخ بالنسبة لسنة الضحى، يقول هل يجوز أن أؤدي سنة الضحى في وقت عملي الرسمي، وما عدد صلاة الضحى وما أقلها؟ إذا كان أداؤك لصلاة الضحى في أثناء العمل يعطل العمل فلا يجوز لك هذا، لأن العمل أقدم. وأما إذا كان لا يعطل العمل ولا يترتب عليه فوات شيء من العمل فلا بأس بذلك. وأقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بتسليم. يقول فضيلة الشيخ هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف عين، عمري في الأربعين ولم أتزوج ولم أؤدي العمرة، ما هو أفضل شيء الآن؟ هل ولم أحج، أيهما أفضل لي، أن أحج أم أتزوج؟ الواجب عليك إذا كنت تخاف على نفسك من الوقوع في الزنا أن تقدم الزواج، أن تقدم الزواج على الحج. أولا قبل ذلك، إذا كان عندك مال كثير، إذا كان عندك مال كثير تتزوج منه وتحج منه فلا معنى أن تبدأ بالحج. ثانيا إذا كان المال قليلا لا يكفي إلا للزواج أو للحج، فأنت حينئذ إن كنت تخاف على نفسك من مواقعة المحرم فإنك تبدأ بالزواج وعفاف نفسك، وإن كنت لا تخاف على نفسك من ذلك فإنك تقدم فريضة الحج. جزاكم الله خيرا. من المنطقة الشمالية سين ألف ألف يقول فضيلة الشيخ، متى يبدأ قيام الليل بالساعات؟ وهل قيام الثلث الأخير من الليل هو الأفضل؟ وهل يكون قيام الثلث الأخير دائم أم يكون أيام دون أيام؟ قيام الليل يبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كله وقت لقيام الليل، والذي يثق من قيامه في آخر الليل وآخر ويكون هذا أفضل، يقوم آخر الليل ويتهجد ويختمه بالوتر. أما إذا كان لا يثق من قيامه في آخر الليل فإنه يقوم من أول الليل ويوتر ثم ينام. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. من جمهورية مصر العربية السائل حسام يقول، فضيلة الشيخ بالنسبة للزكاة الصحيحة أرجو أن تبينوا لنا كيف تكون الزكاة الصحيحة. تكون في بشروطها المعتبرة شرعا، أولا أن يذكر الله عند بداية الذبح والبسم الله، ثانيا أن يكون ذلك بآلة حادة تقطع وتفري، لا يكون بآلة كالة أو بعظم أو بسن، ثالثا أن يقطع ما يجب قطعه من المري والوديجين، أو المري والحلقوم واحد الوديجين، ما ينهر الدم ويخرج الدم من الذبيحة. ثالثا رابعا أن يكون الذابح من أهل الزكاة، أن يكون مسلما أو كتابيا. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السائل أبو إيمان يقول، فضيلة الشيخ، من ابتلي بالسحر من قبل الغير كيف يتصرف في فك هذا السحر، وهل يلجأ إلى الآيات القرآنية؟ جزاكم الله خيرا. نعم، يعالجه بالذكر وبالدعاء وبتلاوة القرآن والرقية الشرعية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول، هل يجوز لو صليت الصلاة بدون إقامة، هل علي في ذلك شيء؟ ليس عليك في ذلك شيء، والإقامة سنة ليست واجبة، إنما هي سنة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل، متى يقال دعاء السفر، وما حدود السفر الذي يقال فيه الدعاء؟ يقال دعاء السفر عند الركوب، تستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم تدعو بدعاء السفر إذا ركبت على الدابة وعلى السيارة وعلى الطائرة وسيلة النقل. السفر معروف هو ما يبلغ 80 كيلو فأكثر. نعم. يقول خيرا فضيلة الشيخ، إذا فاتت المسلم صلاة الفجر في موعدها وقام لأدائها عند السادسة مثلا صباحا، هل يصلي ركعتي الفرض والسنة أم يكتفي بركعتي الفرض؟ يصلي السنة أولا ثم يصلي الفرض. نعم. يقول، لماذا قدمت يا فضيلة الشيخ في قوله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، لماذا قدم الصبر على الصلاة؟
لأن الصبر يحتاجه المسلم لكل موقف وفي كل حالة. إن الصبر على المصائب والصبر على المشاق يحتاجه المسلم دائما وابدا. وكذلك يستعين بالصلاة على المشاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ يقول: أنا أحب قراءة التفسير، فما أفضل كتب التفسير في قراءتها للمبتدئ؟ الكتب الموثوقة التي فيها عقيدة السلف الصالح، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، وتفسير البغوي، تفسير الشيخ الرحمن السعدي، هذه تفاسير جيدة ومفيدة وسليمة أيضا من تأويل الصفات والخلل في العقيدة. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وقمنا بعرض أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.